استاذ محمود معروف طبعا نقدنا العظيم والكبير جدا، بقول له كل سنه وطيب. استاذ محمود كل سنه وانت طيب واهلا بيك معانا. ازيك يا استاذ احمد؟ كل سنه وانت طيب والناس اللي معاك كلهم طيبين، والزمالك كله بجماهيره بشعبيته باهله بحبيبي كلهم طيبين يا رب يا رب. يعني استاذ محمود عايز اخد راي حضرتك فيما يخص رحيل جروس، وفيما يخص ان العلاقه التعاقديه مع كريستيان جروس انتهت، والبعض بيرى يعني من وجهه نظره يعني ودولت مش كتير ان المفترض كان يبقى مثلا يعني من الممكن ان هو يتم الابقاء عليه، ومش واقفين جنب الزمالك في مرحله مهمه جدا 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 ان انت تقف جنب مدير فني جاي هو الكابتن خالد جلال في مباراه مصيريه غدا امام حرس الحدود ثم المباريات اللي بعد كده. استاذ احمد اسال الاستاذ مرتضى كم مره في مكتبه قلت له في عرضك انقذ نادي الزمالك من مرتضى، كنت حتى انا كتبت المقال بتاع انقذ نادي الزمالك من مرتضى من جروس تمام. بقول له الاستاذ مرتضى انقذ الزمالك من جروس، وكتبت قلتها له مرتين في مكتبه مرتين مختلفتين وكتبتها في الجورنال. والله العظيم ثلاثه، لو احمد جمال اللي بيمرن الزمالك الفتره اللي فاتت لكنا خدنا كاس البطوله العربيه، اغلب الاتحاد الاسكندري في اسكندريه صحيح، غلب منه في القاهره بضربات جزاء وضيع 100 مليون جنيه. الماتش اللي فات ده، الماتش اللي فات واللي قبله ده، الماتش اللي فات ده بعد الكونفدراليه وقد ايه الناس كل ما انا ماشي بالشارع مبروك الكونفدراليه، ان شاء الله الدوري بتاعنا، ان شاء الله الدوري بتاعنا، بعد التعادل ما فيش واحد قال الدوري بتاعنا. صحيح، كانت صدمه غير متوقعه يا ابن 60 و70، الله ينتقم منك. الله ينتقم منك يا ابن ايه يا جروس، انا مش عايز اشتم بس معقوله؟ لا بقول لك انا كنت حاسس ان الراجل ده متآمر على نادي الزمالك، لا يمكن اللي بيعمله لا يمكن اللي بيعمله. عنده كاسونجو ومشيه. وانا سامعك دلوقتي بتقول ان كان ما كانش عايز اياد فرجاني ساب. والله العظيم ما كان عايز اياد فرجاني لولا الاستاذ مرتضى، اقسم بالله حصل. يخرب بيتك يا جروس. بقول لك وايمن حفني، بقول للاستاذ مرتضى في عرضك انقذ نادي الزمالك من الراجل ده. الراجل ده انا اشك يعني، واحنا في رمضان انه كان بيقبض من احدى الجهات فلوس عشان يخسر نادي الزمالك. واحد تاني يقول لك طب هو خد الكونفدراليه. خد الكونفدراليه بدموع ال يا نهار اسود، الناس اللي راحت 7 الصبح في عز النار وقعدت في مدرجات برج العرب وهي صايمه وفطر، يقول لك اكبر فطار امبارح، لا اكبر فطار في التاريخ فطار الزمالك ونهضه بركان. كان فيه 80,000 بيفطروا فقط واحد في مكان واحد قطر 400 متر، دي اكبر مائده رحمن في التاريخ، مش بتاعه امبارح بتاع العاصمه الاداريه، لا الرقم القياسي في مباراة الزمالك 80,000 واحد يا ابو حميد. ايوه لك يا ابو حميد انت خالص صغير. لا طبعا 80,000 واحد حبا في الزمالك راح من الظهر في الحر في النار وفطروا معا. نعم دعاهم وبركاتهم والله استجاب، الله استجاب واحنا في رمضان، ورمضان ده شهر انتصارات المصريين. نعم عسكريا وسياسيا ورياضيا. يعني ده ضربات الجزاء اقول لك ايه، اقسم بالله بقيت ما شفت نصها، مش قادر اتحمل اشوفها لنتيجة بره. وبعدين لما الحكم من الايه رخر العادل كوره، يعني فتقول لي خد كونفدراليه مين؟ ده انت بقول لك لو انت بالبدله بتاعتك يا احمد هتاخد الكونفدراليه وهتاخد هو حسنيه اغادير فرقه محترمه. بس التاريخ ايه؟ هو برضه التاريخ بيساندك لما تلعب الوداد، لما تلعب الرجاء، لما تلعب الجيش الملكي، في الرباط، لكن لما العب نهضه بركان بقول لك فرقه محترمه لسه صعبه. فما تقولش ان انا خدت ايه. وبعدين ده انت يعني والماتش بتاع النجم الساحلي بتاع احنا كسبناهم برضو بالجول بتاع كهربا مش كده؟ وما كانش عايز يخلي كهربا في ماتش الذهاب اللي هو جاب فيه الجول ده، ما كانش عايز يصفره مع الفرقه ويلعب الماتش. لا ما تقولش. والله العظيم حصل وخناقه، وجابوا الاستاذ مرتضى المكتب وجاب كهربا حتى لما كان بيهزر بيقول له بوسه من بقه لما قاعد يدعبه. حصل والله قبل الماتش. بقول له جروس انت اللي تقعد، انت اللي مش هتروح. مش يقول ما كانش عايز كهربا يسافر اسكندريه. والله
في الماتش اللي كهربا جاب فيه جول بتاع النجم الساحلي. يا مهارت يا ابني. ده لولا ان هو اتحايل عليه وقال له حب يحل الموضوع، لان طبعا استاذ مرتضى عارف فايده كهربا الفنيه في ماتش زي النجم الساحلي، كل اللعيبه الكبيره لازم في ماتش زي ده في التشكيل الاساسي، اصر ان يجيب جروس ويجيب كهربا ويصلح بينهم علشان خاطر الراجل يوافق ان يروح معاه. بقول لك اسال استاذ مرتضى كم مره رحت المكتب وقلت له في عرضك، في عرضك انقذ نادي الزمالك من الراجل ده في عرضك، وكنا بنبقى كسبانين ماتش او واخدين كسبانين ماتش تقيل، واقول له برضو انا مش مقتنع بالراجل ده. أيوة. الراجل ده هيدمرك، الراجل ده بيخطط لاضاعه، والله العظيم لو يملك ان يضيع الكونفدراليه من الزمالك لا فعلها، كما فعل في البطوله العربيه وكما فعل في ماتشات كثيره. بقى انا غالب 2-0 في ماتشين الداخليه وايه تاني ولا كان ماتش الجيش يا استاذ محمود؟ الجيش طلع الجيش 2-0 ومباراه كانت في المتناول مع كامل الاحترام طبعا لفريق الجيش، ولكن الماتش ده كان الزمالك كان راكب المباراه بلغه الكوره 2-2. ده اكبر يعني اكبر ماساه ان النادي الاهلي بيانات النادي الاهلي الناريه، ما انا كتبت انا مقال الاهلي على راسه ريشه، لا عاوز لا بيلوي دراع اتحاد الكره، بيلوي دراع بيقول لك لا ما لعبش الماتشات المؤجله. طب اتاجلت للزمالك لانه بيشارك في بطوله افريقيه وجابها. اه انتوا بقى اللي اتغلبتش فضحتونا بخمسه، اتاجل لكم 11 مباراه، الاتحاد السكندري ما لعبش 42 يوم عشان الاهلي مبارياته تؤجل، وانت بتوع الاهلي ما تقول تشترك في البطوله واجلوا لنا اجلوا لنا اجلوا لنا، وبعدين فضحتونا في الاخر. ما الزمالك يقول اجلوا لي ليه؟ عشان انا بشترك في بطوله باسم مصر، نعم، يمثلها نادي الزمالك. أيوة. فانا النهارده مشان الراجل ده قرار تاخر كثيرا، وهقول ايه يعني طبعا كان لو كان الزمالك كسب الانتاج في الماتش بعد تعادل الاسماعيلي، هو الولعه جت منين؟ الاسماعيلي تعادل مع الاهلي ضيع بنتين، الولعه جت من هنا. هو ده اللي خلى الاهلي يطلع بيان ورئيس والقرارات. بعد ما الزمالك تعادل مع الانتاج رجعوا تاني، عارف عبد الفتاح الاسري علي اخر كلمته مش هتنزل الارض ابدا، لا نزلت مجلس اداره الاهلي المحترم، نزلت ليه؟ عشان جروس ابن المتامر تعادل مع الانتاج، مش الزمالك اللي تعادل مع الانتاج، جروس. اه يا ابن 70 و80 ده انت، والحكم طبعا حاسب عليك ضربه جزاء، وليك ضربه جزاء ما حسبهاش، يبقى انت لابد ان تستفيد من الفرص اللي تجيلك. طيب فانا النهارده هذا الرجل هو الذي لعب الدور الاول، لو ضاعت البطوله من الزمالك سيكون مسؤول عن اللعيبه. اوعى تلوم لعيب، اللعيبه بقدر ما استطاعوا بذلوا كل ما عندهم من جهد. نعم. لكن هذا الرجل المتآمر البياع، وانا سمعت كانت تعليمات ما يركبش الاوتوبيس مع اللعيب، انا شخصيا مبسوط، وانا ضد كل واحد هايج اللي سالك جدتش للراجل ده، انا ضد كل واحد، ده كان لازم يمشي من زمان ولازم هقول ايه. طيب استاذ محمود يعني بيان الاهلي الاخراني ده انا ما فهمتوش بصراحه، يعني تفهم ايه؟ ما انا بقول لك هفتح الاسري الاولاني، لن نلعب لن نلعب لن نلعب، وانسحاب من الدوري. ست بنود. اه وطلع، وبعدين بعد كده طلع امبارح يقول لك ايه، طب ننتظر قرار اتحاد الكوره. شو بقول لك هفتح الاسري، والسبب ايه؟ تعادل الانتاج مع الزمالك. غير كده اقسم بالله الاهلي كان هيتمسك وكان هيفشكل الليله، لكن قال لك لا، ما هو الزمالك ضاع منه بنتين اللي هم ضاعوا من الاسماعيلي، ضاعوا من الانتاج الحربي. وعادت الامور كما هي. نعم. فاستمرارا بقى حقيقي التراجع، تراجعوا بشكل مهين. صحيح. ثاني مره والنبي ما يبقوش يفتحوا صدرهم قوي كده ويفهمونا ان هم ملوك لا انا قلت الاهلي المصري، الاهلي اقدم نادي في قاره افريقيا، صوته زي صوت اهلي فارسكور، مفيش حد على راسه ريشه. ما فيش حد، وده طبعا ضعف اتحاد الكوره هو اللي خلاهم يعملوا كده، بيستقب الجمهور. طب ما في انديه الزمالك ما له جمهور. صحيح. ولم يستقب جمهور في يوم من الايام ابدا. صحيح. ولم يتخذ قرار وهنقطع الدنيا ويرجع فيه بعد العالم كله شاف جمهور الزمالك في ماتش بركان كان عامل ازاي. شاف ده لو الاستاد فيه مليون واحد والله العظيم يملوا الاستاد، اقسم بالله. انا كنت بتكلم في قناه عربيه وقلت لهم شفتوا، هو ده جمهور مصر، جمهور الزمالك ده هو جمهور مصر، شفت الحضاره؟ هل في واحد اتخدش ضفره؟ اتخدش حد واحد وبنات وستات؟ حد
بص الواحده ست ولا بص البنت، لا حاجه عظيمه كانت ملحمه حضاري حاجه مشرفه. الرئيس السيسي نفسه اتكلم على المشهد ده يا استاذ محمود. الرئيس ما بعت تهنئه للزمالك واشاد بالجمهور. نعم اشاد بالجمهور، وهذا فخر فخر كبير لنادي الزمالك وجمهوره، جمهور نعم. عظيم. ايوه يعني انا لما كنت بكلم هاني شاكر بقول له يعني انت النهارده ما تعمل اغنيه لنادي الزمالك، انت كده هاني برضو بتخسر بعض الجمهور. قال ما في، مش هخسر حد، لكن حب نادي الزمالك جوه قلبي يا محمود، جوه قلبي الاغنيه طالعه من قلبي. صحيح صحيح. فانا ان شاء الله لما ياخدوا بطولتين قال لي عليهم، قال لي ان شاء الله هعمل لهم حفله يتحدث عنها ان تاريخ زي حفلات عبد الحليم وام كلثوم وفريد بتاعت وشاديه وصباح ونجاه اللي هي بتاعت الستينات والسبعينات. ان شاء الله ان شاء الله استاذ محمود، ان شاء الله باذن ان شاء الله. بشكرك يا استاذ محمود، شكرا جزيلا، نقدنا الرياضي العظيم والكبير الاستاذ محمود معروف.